وتظهرلنا بعض البرامج وبعض البثوث المباشرة لبعض الأشخاص جايين يخربون كل ما يوضح تعديل هذا القانون. طبعاً اليوم من خارج العراق بأفكار بألفاظ بذيئة بانتقاص من المذهب الجعفري باستضافات لبعض المحاميات والضحك والتقليد والتصنيف والتقليل من المقابل، هذا كل أقدر أسميه في حرية التعبير. اليوم أكو إساءة لرموز دينية، لا طبعاً اليوم أكو إساءة للمذهب. شوف أنا اليوم من أريد أقيم وأرى مثلاً الضدين أشوف يعني فيما يلتقون، يعني وين نقطة الاشتراك وهنا أين نقطة الاشتراك. هنا نقطة الاشتراك التقوى والدين واتباع الهداية والصلاة والالتزام وكل ما هو من شأن المرأة المحجبة الملتزمة، المرأة المطيعة، المرأة المثقفة الواعية الرزنة، في حين في المقابل وهذا أنا أعتبره حقيقة فائدة عظيمة. شنو؟ لأنه كشف، يعني اليوم احنا من نريد نقدم نموذج، نقول يابا نموذج العلمانية في النقاش او نموذج لبعض من يدعون الثقافة في النقاش، وتطلع وحدة تصيح تستخدم الفاظ نابية، خب هذا الدليل يعني شوف المجتمع تفضل هذا. وبالمقابل اعرض شخصيتي اللي انا اريد اقدمها في تقديم الدليل، وللمشاهد ان يختار، يعني خلي يشوف هؤلاء اين يلتقون، والرواية تقول انظر سهام الأعداء أين تتجه. تكشفت الوجوه بعد موضوع تعديل القانون حقيقة، يعني أنا أعتبره من الأمور يعني التي يعني نفعت حقيقة، نفعت المذهب، نفعت الإسلام، إنه كشفت مدى زيف الادعاءات. يعني يابا إحنا ما نريد الرجعية وما نريد التطرف وما نريد اليوم هذا التسلط، في حين يطلع هو رجعي ومتسلط والفاظة يعني لاكو ثقافة، لاكو كلمة منسقة، كلمتين. انت اليوم خلي نشوف هاي المقالات اللي تنكتب الفاظ نابية عبارة عن تجاوزات على الأعراض وعلى، في حين هذا مو كان اتهام، الله سبحانه وتعالى قال فضلوا هذا النموذج. واللي يقدر اليوم يشوف، اللي يشوف هذول اللي يدعون هم المثقفين وبعضهم طبعا عفوا احنا ما نعمم، مثقف الواعي محترم جدا ومنصف، لكن هذا اللي يدعي مو ربيب الثقافة أو يدعي أنه هو اليوم يتبع الثقافة، أسألك بصراحة، فجأة الفاظ برامج محترم وشخصيات جاء تظهر بالتيفي وتتحدث وتطعن بكل المعتقدات الجعفرية على وجه التحديد. أنا سؤالي لك شنو راح يستفيدوا؟ لماذا كل هذه الأموال تصرف بهذا الاتجاه؟ يعني أنا ما أريد يعني أقول الأشياء اللي مثلا هم يقول لك هذا كلام مستهلك، لكن أنا أقول اليوم من الأمور المحزنة أن تدافع عن الإسلام في بلد المسلمين. يعني اليوم هذا واقع حال سمعت الشيخ، المفروض اليوم الناس من أنت في بلد يعني بلد مسلمين هسه مو أغلبية مثلا اليوم مو هو النظام الحاكم، بس على الأقل هو بلد للمسلمين، تدافع عن أحكام الإسلام في بلد المسلمين ويعترض عليها مسلم، أي هاي منو يتحملها؟ يعني هذا أنا أشوفه، أنا أشوفه من وجهة نظري فائدة حقيقة. إحنا اليوم يعني مثل اللي جاء إنسان سوانا استبيان مجاني، سوانا فرد اطلاع مجاني، يعني حقيقة شيء مفيد جدا.